اهلا بيك الاخت بسمه العندي. فاشكرك على الدخول للقاء الحي في الموعد المحدد، وان شاء الله النهارده هو اللقاء السابع باذن الله، وهننتظر دقائق معدوده لحين اكتمال دخول باقي الاخوه والاخوات الاخت بسمه. ففي هذه الدقائق كالمعتاد لو لك اي سؤال او اي استفسار اتفضلي. أخ عبد الرحمن السلوم، يا أهلا بك يا أخ عبد الرحمن. أهلا بك الأخت أفراح بسمة أفراح عبد الرحمن. هل الصوت وصل لكم بوضوح يا جماعة؟ هل الصوت وصل لكم بوضوح؟ طيب الحمد لله. لو ليكي أي سؤال أو ليكوا أي سؤال بسمة وأفراح وعبد الرحمن اتفضلوا. هننتظر بس كمان دقيقة أو دقيقتين كده لاحتمال دخول باقي الإخوة والأخوات. الأخت أمل أهلا بيكي، فاطمة أهلا بيكي. واضح إن عبد الرحمن السلوم ده أنا بشوفه لأول مرة في اللقاء الحي، هل دي أول مرة يا عبد الرحمن أنت بتدخل اللقاء الحي؟ هل دي أول مرة يعني أنا يعني عندي تقدير شخصي إن الاسم ده في المادة دي يعني جديد عليا في اللقاءات الحية. خاصة إن اللي بيحضروا مش كتير. أهلا بيك الأخت هناء، وأعتقد برضه الأخت هناء أول مرة تدخل يعني للقاءات الحية. شرف عبد الرحمن، عبد الرحمن أنت أول مرة يا عبد الرحمن تحضر، هناء أول مرة تحضر يا هناء. ولا حضرته قبل كده وأنا الذاكرة بتاعتي مش كويسة، الله أعلم. مش عارف عبد الرحمن وصل له الصوت ولا لأ. علي يا أهلا بيك. الأخ علي هزازي يا أهلا بيك. تمام.
فانا الذاكره عندي مظبوطه يا حنان. تمام. مش عارف الاخ عبد الرحمن ما بيردش ليه، مش عارف، جايز عنده اي اشكاليات في الصوت. وعليكم السلام، اهلا بك. طيب احنا طبعا بالنسبه للناس اللي هم زي الاخت هناء اللي بتحضر اول مره، هل انت تابعتي ايه اللي حصل يا اخت هناء قبل كده؟ يعني احنا منزلين اللي هو ملخص خيال، هو الملخص المعتمد في الماده، وده موجود في المنتدى، وقطعنا شوط يعني في اللقاءات السابقه، متابعه يعني، متابعه يعني. والنهارده ان شاء الله المفروض نبدا من حلقه 21. من النهارده لينا بقينا ان شاء الله بلقاء اليوم 6 لقاءات حيه، اللقاء الحي الاخير هيتعمل بالرد على الاسئله والاستفسارات، وال5 لقاءات الحيه المتبقيين اللي هم من 7 النهارده لغايه 11 دول كل لقاء حي. تمام. كل لقاء حي هيكون فيه محاضرتين. احنا هنكون يعني لدينا المزيد من الوقت لاعطاء نماذج اكثر للاسئله. سمعت كل المحاضرات طبعا يا اخت هناء. ملخص خياله عباره عن 25 محاضره، وزي ما قلت للزملاء والزميلات اول 15 هيكون على كل واحده سؤالين، اول 15 في الترتيب يعني هيكون على كل واحده سؤالين، واخر 10 محاضرات هيكون على كل واحده سؤال. اعتقد يعني انت خدت بالك من المعلومه دي يا اخت هناء، لان هي معلومه مهمه. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ ها. تمام. ها. واضح. تمام. تعالوا بقى حضراتكم نبدا من الحلقه 21. تعالوا هناخد النهارده 21 و22. تعالوا نبدا من الحلقه 21، والحلقه 21 بتتكلم عن انماط الاعمال الدوليه اللي هي فورمز اوف انترناشونال بزنس. طبعا حضراتكم المصطلحات الانجليزيه احنا غير مطالبين بيها، ولكن طبعا انتهزوا الفرصه عشان تحسنوا مستواكم في اللغه الانجليزيه بقدر الامكان. تحسين المستوى في اللغه الانجليزيه غايه في الاهميه. يبقى هنتكلم دلوقتي في المحاضره 21، اول حاجه فيها انماط الاعمال الدوليه اللي هي فورمز اوف انترناشونال بزنس، اللي هي هنتكلم فيها عن حاجتين: استراتيجيه الدخول ثم استراتيجيه الاستثمار. طبعا حضراتكم استراتيجيه الدخول هي بتكون هي البدايه، الدخول الى سوق دولي، ثم كيفيه الاستثمار في هذا السوق الدولي هي الايه؟ هو المرحله الايه؟ الثانيه. طيب بيقولوا هناك استراتيجيات مختلفه، مختلفه الاليات والمخاطره ومدى الاهتمام بالسوق الدولي. عندنا مجموعتين اللي هي استراتيجيات الدخول الى الاسواق اللي هو الماركت انتري استراتيجيست، واستراتيجيات الاستثمار اللي هو الدايركت انفستمنت استراتيجيست اللي هو استراتيجيات الاستثمار المباشر. طيب لما نيجي لاستراتيجيات الدخول عندنا 4 استراتيجيات رئيسه للدخول الى الاسواق الدوليه. هنا بنتكلم ازاي بس احط رجلي في السوق الدولي. اول حاجه حضراتكم اللي هي استراتيجيه التزود او التركيز العالمي، ماشي؟ اللي هي الجلوبال سورسنج. هنا بقى حضراتكم انا ما بروحش للاسواق الدوليه، ده انا بشتري من الاسواق الدوليه. يعني هو بيتكلم هنا على شركه سعوديه محليه تقوم بشراء من الاسواق الدوليه، هذه معامله من المعاملات الدوليه، ان انا استفيد من الموارد المتاحه والميزات النسبيه التي تتمتع بها الاسواق الخارجيه، واقوم بشراء ما يلزمني، سواء ما يلزمني ده كان حاجات ماديه او حاجات ايه؟ بشريه. يبقى استراتيجيه التزود العالمي اللي هي التركيز العالمي اللي هي الجلوبال سورسنج، اللي هي الشراء من الخارج يعني. هي الاستفاده من التقسيم العالمي للتزود بالمواد الاوليه والمنتجات والخدمات وشرائها من مختلف انحاء العالم لاستخدامها محليا. زي ما قلت لكم يا جماعه ان انا بتكلم هنا على شركه محليه سعوديه تقوم بالتزود باحتياجاتها من الخارج. هذا نمط للتعامل مع الاسواق الدوليه. ماشي؟ هذا نمط للتعامل مع الاسواق الدوليه. هتقولي تزود بايه يعني؟ يعني ممكن نجيب عماله من بره، موارد بشريه، وممكن نجيب مواد خام من بره او مستلزمات من بره، لان احنا اتفقنا ان الاساس في الاعمال الدوليه هو وجود ميزات نسبيه تتمتع بها الدول. لو كل الدول كانوا زي بعض صوره طبق الاصل، يبقى كل دوله تقفل حدودها وما لهاش علاقه بالاخرين. لكن اللي حصل في الواقع العملي ان ربنا اعطى مزايا لكل دوله تختلف عن الدوله الايه؟ عن الدوله الاخرى. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ حتى لو نظرنا الى دول الخليج، هل دول الخليج بتتمتع بنفس المزايا النسبيه على الرغم من تقاربها؟
لكن هل نقدر نقول ان هي تتمتع بنفس المزايا النسبيه؟ لا طبعا. عندنا مثلا بالمقارنه بدول الخليج الاخرى مع كامل احترامنا ليهم، المملكه العربيه السعوديه تتمتع بمساحه اراضي شاسعه، وتتمتع بتعداد سكان اكبر من دول الخليج الاخرى. طبعا هذا لا يقلل من شان الدول الاخرى، ولكن دي حقيقه وهذه ميزات نسبيه. صح ولا مش صح يا جماعه؟ ادينا بنتكلم هو في دول الخليج اللي هي تقريبا متشابهه في الامكانيات متشابهه وليست متطابقه. وبالتالي لازم يكون في تعاملات بين دول الخليج، لان الميزات النسبيه المتاحه لدى كل دوله تختلف عن الاخرى. معايا الاخوه والاخوات ولا مش معايا؟ ها ردوا علي. معايا ولا مش معايا؟ طيب تمام تمام. يبقى اول حاجه هو حضراتكم اللي احنا شفناها اللي هو استراتيجيه التزود العالمي او التجهيز العالمي اللي هي الجلوبال سورسنج. استراتيجيه التصدير والاستيراد دي واضحه بقت من اسمها، اللي هي الاكسبورتنج اند امبورتنج استراتيجي. التصدير هو بيع المنتجات المحليه في اسواق اخرى بسيطه ديت، والاستيراد هو شراء منتجات اجنبيه للاسواق المحليه. طيب الاستراتيجيه الثالثه للدخول اللي هو استراتيجيه الترخيص والامتياز، اللي هو اللايسنسنج والفرانشايزنج استراتيجيز. ماشي؟ في فرق بين الترخيص والامتياز. طب ايه هو الترخيص؟ اتفاقيه تدفع بموجبها شركه ما، اتفاقيه تدفع بموجبها شركه ما حقوق انتاج وبيع منتجات شركه اخرى. يعني ايه الترخيص؟ يعني انا شركه سعوديه هبيعش لشركه دوليه زي مثلا شركه تويوتا لانتاج السيارات مثلا، ماشي؟ وادفع لها مقابل ان اقوم بانتاج وبيع منتجات تويوتا في المملكه العربيه السعوديه. ده يختلف عن الامتياز. طبعا الترخيص اللي هو الايه؟ اللي هو حضراتكم بالشكل اللي احنا وصفناه ده. ده يختلف عن الامتياز. الامتياز هو رسوم تدفع لاستخدام الاسم التجاري وطرق العمل لشركات اخرى. يعني الامتياز شركه سعوديه تقوم بانتاج منتجات ثم تضع علامه تويوتا على هذه المنتجات وتستخدم طرق العمل بتاعه تويوتا في انتاج هذه المنتجات. واضح الفرق ولا مش واضح الفرق؟ انا عاوز اتاكد ان الفرق ده واضح بين الترخيص والامتياز. ها بقيت الناس يا جماعه؟ اعيد تاني اعيد تاني تاني يا جماعه. يعني ايه ترخيص؟ يعني ايه ترخيص؟ ترخيص بمعنى ان شركه سعوديه تاخد حقوق انتاج وبيع منتجات تويوتا. خلي بالكوا انتاج وبيع منتجات تويوتا داخل المملكه العربيه السعوديه، وتدفع مقابل حصولها على تلك الحقوق. هذا يسمى ترخيص. اما الامتياز هو شركه سعوديه تنتج منتجات وطرق عمل خاصه بتويوتا وتضع الاسم التجاري والعلامه التجاريه عليه. في فرق صح ولا مش صح؟ في فرق. رد عليا، واضح الفرق يا جماعه ولا مش واضح؟ يبقى في الترخيص انا بنتج منتجات نفس الشركه. الترخيص انا بنتج منتجات نفس الشركه. اما في الامتياز انا بنتج المنتجات بتاعتي وبستخدم العلامه الايه؟ طبعا هتقول لي في رقابه في الترخيص والامتياز من الشركه الدوليه؟ طبعا في رقابه. لان في النهايه ده هيكون يعني زي ما بنقول كده باللغه العاميه في وش الشركه الدوليه. في الترخيص او ماشي ماشي يا بس ماشي، ما احنا ما اختلفناش ان هي اسواق، بس في فرق بين منهجيه الترخيص ومنهجيه الامتياز. الترخيص بتنتج نفس المنتجات بتاعت الشركه الدوليه، نفس المنتجات. اما في الامتياز هي بتنتج منتجات خاصه بها وتضع عليها العلامه. هذا هو الفرق يا اختي بس. وطبعا ده في اي الاحوال يكون الطرفين يعني في استفاده من الطرفين اكيد يعني. يعني الشركة اللي هي المحلية في المملكة العربية هتستفيد من الترخيص أو هتستفيد من الامتياز ده أكيد، وهي الشركة الدولية اللي هي زي شركة تويوتا هتستفيد برضه من الترخيص أو من الإيه؟ من الامتياز. طبعا حضرتك الترخيص هي بتاخد مقابل هذا الترخيص، أما في الامتياز هي بتاخد رسوم. وطبعا الترخيص والامتياز بيكونوا يعني مربوطين بمدى زمني معين، يعني مش فوريفر يعني. وبناء على تقييم الأداء خلال المراحل الماضية بيتم اتخاذ القرار، هل نرخص لفترة أخرى؟ هل نعطي حقوق الامتياز لفترة أخرى؟ وهكذا. واضح الإخوة والأخوات ولا مش واضح؟ ردوا علي. ها. واضح. طيب واضح تمام. تعالوا بقى نكمل حضراتكم. ده بالنسبة للترخيص طبعا. ده كلها الاستراتيجيات الخاصة بالدخول إلى الأسواق الدولية، اللي هي استراتيجية التزود واستراتيجية الاستيراد والتصدير واستراتيجية الترخيص والامتياز. تعالوا بقى للاستراتيجيات الخاصة
بالاستثمار. خلاص احنا عاوزين دخلنا دلوقتي السوق الدوليه عاوزين هنستثمر ازاي؟ هو استثمار، ده الاستثمار عموما هو استثمار مبالغ ماليه ضخمه في اقامه اعمال دوليه ممكن تصل الى تريليونات بالنسبه للشركات الكبيره يعني. وعلى ما تكون البدايه من خلال يا اما مشاريع مشتركه اللي هو جوينت فينشر، وهو استثمار على اساس ملكيه مشتركه. هتقولوا ملكيه مشتركه بين مين ومين؟ يعني حضراتكم ممكن ما بين الشركه الدوليه والحكومه السعوديه، وممكن ما بين الشركه الدوليه ومستثمر سعودي اخر. ده اسمه ايه؟ ملكيه مشتركه. هو استثمار مباشر على اساس ملكيه مشتركه وتقاسم للمخاطر والتكاليف والموارد بنسب متفق ايه؟ عليها. ده بالنسبه للجوينت فينشرز اللي هو المشروعات المشتركه. اثنين، ممكن نعمل بقى حضراتكم ندخل نستثمر في المملكه العربيه السعوديه من خلال اللي هو السبسايدري اللي هو الفروع المستقله للشركات. ماشي؟ زي كده مثلا ماكدونالد، بيتزا هات، كذا كذا، كنتاكي، عاملين فروع داخل المملكه العربيه السعوديه. ده فروع مستقل. ماشي؟ وهي فروع، ده الفروع المستقله للشركات، وهي فروع لشركات اجنبيه في دول معينه مملوكه بالكامل للشركه الام ومستقله تماما في ايه؟ في عملها. طبعا هنا بنقول مستقله يعني مش معناها ان هي منفصله، لكن حضراتكم هي بتدير وفقا لظروف السوق، لكن طبعا هناك ارتباط بالشركه الام في اللي هو التوجه الاساسي للفلسفه الخاصه بهذه ايه؟ الشركه. طيب نيجي بقى حضراتكم للنقطه اللي هي رابعه اللي هو الاشكاليات او الاشكالات والتحديات الاخلاقيه في الاعمال الدوليه. خلي بالكم حضراتكم في الاعمال الدوليه في اختلاف في وجهات النظر في الاعمال الدوليه بين الشركه الدوليه والدوله المضيفه والدوله الام. احنا عندنا ثلاث اطراف وهناك طبعا اشكالات اخلاقيه. يعني حضراتكم احنا لما بنيجي نستثمر كشركه دوليه، شركه دوليه جايه زي مثلا تويوتا، زي مثلا في مجال الادويه بريستول مايرز كوب، سويس فارما الى اخره، الشركات الدوليه دي لما تيجي تستثمر في السعوديه مين اللي بيبقى راعي بالامر؟ طبعا حكومه المملكه معنيه بالامر للحفاظ على مصالح المجتمع السعودي، ده الاساس، والالتزام بقوانين الدوله السعوديه، ده الاساس، والاستفاده بقدر الامكان من هذه الشركه الدوليه بما يخدم صالح المجتمع السعودي. والشركه تبقى معنيه طبعا، والدوله الام بتكون معنيه او الشركه الام بتكون معنيه. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ وكمان الدوله، يعني انت ممكن تقول اربع اطراف بيكون معنيين. اربع اطراف يعني الدوله المضيفه اللي هي المملكه العربيه السعوديه، والشركه المستثمره ماشي، واللي هي الدوله الام اللي هي خاصه بالشركه، واخدين بالكم، والمركز الرئيسي للشركه في الدوله الايه؟ في الدوله. واضح الاخوه والاخوات؟ هنناقش هذه الاشكاليات من وجهه نظر كل طرف من الايه؟ من الاطراف. معايا الاخوه والاخوات ولا مش معايا؟ طيب ماشي. هنناقش هذه الاشكاليات. تعالوا بقى حضراتكم نشوف اللي هو اختلاف وجهات النظر بين الاعمال الدوليه والدوله المضيفه. الدوله المضيفه اللي هي الهوست كونتري والشركات القادمه يتوقعان فوائد مشتركه للكلاهما. الدوله المضيفه تتوقع ايه؟ الدولة المضيفة تتوقع أن الشركة تقوم بالاستثمار وتستفيد من المبيعات في المجتمع السعودي، والدولة المضيفة تفرض ضرائب عليها. تمام؟ هتقولي ضرائب إيه؟ ممكن بقى ضرائب زي ضرائب القيمة المضافة، زي ضرائب على تحويل الأرباح إلى آخره يعني. الدولة المضيفة أيضاً تستفيد فرص عمل تساعد في حل أزمة البطالة. لأن الشركة الدولية دي لما تيجي تستثمر في المملكة العربية السعودية أكيد هتلتزم برضه بالقوانين الخاصة بالدولة، ومن ضمنها متطلبات عمليه السعوده والتي تخدم طبعا صالح المجتمع السعودي. الدوله المضيفه هتستفيد ان احنا عندنا صناعات جديده، ماشي؟ وان احنا عندنا تطوير للموارد المحليه واستخدام، هتقول تطوير الموارد المحليه يعني ايه؟ يعني الاخوه والاخوات السعوديين اللي هيشتغلوا في شركه هذه الشركه الدوليه داخل المملكه اكيد هيستفيدوا خبره، صح ولا مش صح؟ واكيد الشركه دي هتنقل تكنولوجي متقدم ونو هاو متقدم، يبقى احنا هنستفيد. ده بالنسبه لاستفاده الدوله المضيفه. طيب في بقى حضراتكم على الجانب الاخر قد تشكو الدوله المضيفه من بعض الاشكاليات. اول حاجه متابعيني الاخوه والاخوات؟ ها؟ معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ ها؟ متابعيني، انا بتاكد بس ان انتوا متابعيني. تمام. طيب اول حاجه ممكن تشكو منها الدوله المضيفه ان هي الاستنزاف الموارد بشكل كبير، يعني جيت الشركة الدولية ديت واستفادت مثلا من رخص الأراضي اللي موجود في المملكة العربية السعودية ومن دعم أسعار الطاقة والكهرباء وكذا 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 وكذا، ده ممكن يكون عيب من العيوب. تحويل نسبة عليها ما أرباح إلى الدولة الأم، ماشي؟ بس خلي بالكم كل عيب من هذه العيوب ليه حل، يعني مثلا الاستنزاف الكبير للموارد ممكن أنت
توفر لها هذه الموارد بس بأسعار مختلفة عن أسعار بقية المجتمع. يعني توفر لها الغاز والكهرباء بأسعار مختلفة. اللي بيسموها اللي هو السعر التجاري. بس السعر التجاري ده وممكن تميز كمان بين شركة دولية وشركة إيه محلية. المهم يعني. إيه كمان ممكن تشتكي منه الدولة المضيفة؟ تحويل نسبة عالية من الأرباح إلى الدولة الأم. وبالتالي حضراتكم بعض الدول بتفرض قيود على تحويل الأرباح. ولا حول 50-60% من الأرباح والباقي تعيد استثماره كده عشان أنا أستفيد كمملكة عربية سعودية. التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة طبعا ده بيكون بالنسبة للدول الضعيفة. ماشي؟ يعني بتلاقوا في بعض طبعا ما احترمنا لكل الدول، في بعض الدول الإفريقية الصغيرة قد تجد ميزانية شركة دولية أكبر من ميزانية الدولة. صح ولا مش صح؟ وبالتالي ممكن حضراتكم الشركة الدولية دي ممكن تتدخل في اتخاذ القرار الداخلي. ويكون لها دور أساسي في صياغة السياسة الداخلية لهذه الدولة. لكن الدول الكبيرة لا تخشى من هذا. أو حتى والله لو الدول متوسطة الحجم لا تخشى من هذا. طيب إيه كمان ممكن تخاف منه؟ عدم تطوير الشركات المحلية. يعني هو برضو يحط إيديهم على الحاجات المهمة في التكنولوجي والنوهاو ويعني ما يعدوش إلا الحاجات التقليدية والحاجات اللي هي السوفيستيكيت المتقدمة ما يعني إيه يسيطروا عليها. ماشي يخفوها عن الدولة المهمة. ماشي؟ عدم احترام القوانين والعادات والتقاليد، استقطاب الكفاءات المهمة المحلية للعمل فيها. طب تقول لي وإيه وإيه المشكلة في استقطاب الكفاءات المحلية؟ ما هو هيعمل تفريغ للشركات المحلية من هذه الكفاءات. طيب لا تنسى التكنولوجيا المتقدمة جدا، يعني الحاجات المتوسطة وما دون الإيه المتوسطة. طيب ده بالنسبة لحضراتكم لإيه المزايا اللي هتاخدها الدولة المضيفة وإيه التخوفات اللي هي الخاصة بالدولة المضيفة من الشركة الدولية. طيب تعالوا بقى حضراتكم الدولة الأم، الدولة الأم يعني مثلا شركة تويوتا الدولة الأم لها اليابان. ماشي؟ بيخافوا من ايه في الاستثمار الدولي؟ نقل الوظائف الى دول اخرى. اليابان ممكن تزعل من شركة تويوتا ان هم رايحين يستثمروا في دول ممكن، يعني لان ده هيؤدي الى تقليل الوظائف في دولة اليابان جدلا يعني. ماشي؟ ده احتمال برضه. ماشي؟ سحب جزء من رؤوس الاموال الى اماكن اجنبية ده برضه له تأثير اكيد. فقدان بعض الأسرار التكنولوجية والمعرفية المهمة، إنها وطبعاً دي المعلومة هي اللي بتقود الصناعات الآن. تعيد سمعة الدولة الأم للخطر بسبب بعض الممارسات الخاطئة المحتملة. جايز شركة تويوتا تمارس بعض الممارسات الخاطئة، إحنا نقع في خطأ التعميم بنقول كل الشركات اليابانية وهذا يعرض سمعة الدولة الأم للإيه للخطر. طيب تعالوا بقى حضراتكم بعض الشكاوى والتحفظات. ماشي؟ الشركة على الدولة الإيه على الدولة المضيفة. ماشي؟ فأنا بقى حضراتكم كشركة ممكن أزعل من الدولة المضيفة في إيه؟ ممكن أتضايق من الدولة المضيفة في إيه؟ اللي هو قيود على نقل الأرباح للخارج، ما حولش أرباح بنسبة 100%. طبعاً إحنا دخلنا في المحاضرة 22 يا جماعة. دخلنا في المحاضرة 22 بس هم طبعاً 21 و22 متصلين ببعض. معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ قولي يا بسمة عاوزة إيه يا بسمة؟ تمام. وضحي السؤال يا بسمة لأن سؤالك مش واضح. وضحي السؤال. بسمة وضحي سؤالك لو سمحت يا بسمة. طيب عموما اكتبي براحتك واحنا في اخر الحلقه نرد على سؤال. حددي بس سؤالك في انهي جزئيه وانا هشرحها لك بالتفصيل لان الوريه مش واضحه يعني. طيب انا هكمل. الدوله المضيفه حضرتك اللي هي الدوله المضيفه للشركه الاجنبيه. ما انا قلت لك شركه تويوتا بتستثمر مثلا في المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه تسمى في هذه الحلقه الدوله المضيفه. بتستفيد بعض الامور من استثمار تويوتا فيها وتخشى من بعض الامور في الدوله المضيفه. واضح يا بسمه؟ وضحت لك بالتفصيل ايه اللي ممكن تستفيده الدوله المضيفه من وجود الشركه الاجنبيه على اراضيها وايه اللي ممكن تتحفظ عليه. مش عارف يا بسمه انا جاوبت على سؤالك ولا لا؟ ايوه. طيب
شرحت لك انا يا اختي بسمه في نهايات صفحه 17 عندنا كده عنوان جانبي استفاده الدوله المضيفه. طبعا استفاده الدوله المضيفه من وجود الشركه الاجنبيه على اراضي، اللي هم الاربع نقط: الضرايب وفرص عمل واقامه صناعات جديده وتطوير الموارد المحليه والخدمات. وبعدين شرحت لك اللي هي الانتقادات او التخوفات او التحفظات من قبل الدوله المضيفه لاتجاه وجود الشركه الاجنبيه على اراضيها، اللي هي استنزاف الموارد، تحويل نسبه عاليه من الارباح الى اخره، لغايه لا تنقل التكنولوجيا المتقدمه. وبعد كده يا اختي بسمه شفنا بقى الدوله الام اللي هي اليابان. الدوله الام اللي هي اليابان ماشي بتتخوف من ايه؟ من استثمار تويوتا في دول اخرى غير اليابان، اللي هو نقل الوظائف، سحب جزء من رؤوس الاموال، فقدان بعض الاسرار، تعريض سمعه الدوله الام للخطر. ماشي. وبعدين دخلنا بقى في المحاضره 22. طبعا كده احنا غطينا اللي هي الدوله المضيفه والدوله الام، بقى لنا الشرك ماشي. ففي بعض التحفظات من الشركه بقى، بتكلم على تويوتا ان هي تستثمر خارج اليابان. ايه هي بقى؟ نكمل بقى يا جماعه، اللي هي ممكن انا لما اروح انا كتويوتا شركه يابانيه استثمر في دوله اخرى او دول اخرى، ممكن الدول دي ومن حق هذه الدول، هي وجهه نظر بس هذا يعتبر امر سلبي من وجهه نظر تويوتا، ان هي تضع قيود على تحويل الارباح، يعني ما تخليكش تحول ارباح بنسبه 100%. ان تديك المواد المحليه باسعار مبالغ فيها، يعني انت شركه اجنبيه هدخل لك الغاز برسوم مرتفعه، وادخل لك الكهرباء والمياه وكذا، واحاسبك باسعار مختلفه. وبرضه بعض الدول بتعمل كده. اجراءات عمل استغلاليه، يعني ممكن حضرتك انت لما تكون مثلا حضرتك يعني كشركه رحت بقى استثمرت هناك، وزي ما بنقول كده يعني رحت برجليك وخلاص، ممكن تفرض عليك قيود في العمل وتستغلك الى اقصى استغلال ممكن. ماشي. قيود على سعر صرف العمله والتحويل الخارجي، طبعا عارفين يعني ايه سعر صرف العمله. طبعا هذا تحت سعر صرف العمله ما هوش موجود في المملكه العربيه السعوديه، لان الحمد لله الريال السعودي بالنسبه للعملات العالميه هو سعره مستقر ومحدد. الفشل في الالتزام بالعقود والاتفاقيات الموقعه، وبالتالي المعرض لتوقيع غرامات وعقوبات من الدوله الايه المهمه. ده حضراتكم اللي هي التحفظات الخاصه ب اللي هي الشركه المضيفه من استثمارها في الشركه الدوليه، الشركه المضيفه، الشركه الدوليه من استثمارها في دول اخرى غير الدوله الام. ماشي. طيب حضراتكم بقى الاشكاليات اللي هي الاخلاقيه في التعامل مع الشركات الدوليه، اللي هو الفساد الاداري. عارفين طبعا يعني ايه فساد اداري؟ مثلا ممارسات غير قانونيه لمصلحه العام، يعني ممكن الشركه الدوليه تيجي في بعض الدول وعشان تخلص مصالحها بسرعه او عشان تتجاوز القوانين والقواعد، ممكن تقوم يعني بدفع اموال بصوره غير قانونيه اللي احنا بنسميها الرشاوي لبعض العاملين عشان بس ايه يتجاوزوا عن بعضهم. استغلال العاملين. ماشي. مصانع يعني هتقولي هتستغلهم ازاي؟ يعني ممكن يشغلوهم باسعار اقل من الاسعار المعتاده يعني او الاسعار الملائمه، او ممكن يدوهم حضراتكم اجور ورواتب متميزه ولكن يشغلوهم ساعات عمل اضافيه بدون مقابل. وهذا يحدث تشغيل اللي هو الاحداث والاطفال اللي هم دون السن القانونيه للعمل، الاستنزاف البيئي والتلوث، ان هي في النهايه مش بلده فمش باقي على حاجه، هو عاوز يعني يستفيد من هذا البلد اقصى استفاده ممكنه ولا ينظر لها على الاجل الطويل. وهنا بنيجي بقى حضراتكم ان هم يعني لا يراعوا مبدا التنميه المستدامه. طبعا حضرتك اللي هو التنميه المستدامه لها تعريف. يعني ايه تنميه مستدامه؟ هتلاقي الشركات المحليه تحرص طبعا على التنميه المستدامه. ماشي؟ لكن الشركات الدوليه قد لا تراعي هذا المبدا الى حد ما. والتنميه المستدامه هتقول لي ليه؟ اصل الشركه المحليه دي هي بتستثمر في بلدها وشغاله في بلدها، فيهمها بلدها على الاجل الطويل طبعا، ما يهمهاش ان هي تخطف خطفه كده وتجري. اما الشركه الدوليه نظرتها للاجل الطويل ممكن يعني تكون فيها نوع من القصور شويه، فممكن تهمل مبدا التنميه المستدامه. التنميه المستدامه هي الوفاء باحتياجات الاجيال الحاضره دون الاضرار باحتياجات الاجيال القادمه. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن دوله ما، وهذا ضد التنميه المستدامه، ممكن دولة ما تخش في قروض كبيرة من مثلا من صندوق النقد الدولي ومن دول أخرى، تخش في قروض بأحجام ضخمة
وبعد كده حضراتكم القروض دي مين اللي هيتحمل عبء هذه القروض؟ هي هتسعد الجيل الحالي، هذه القروض هتسعد الجيل الحالي ماشي، ولكن هتضر ضرر بالغ بالاجيال القادمه. طبعا ده ضد مبدا التنميه الايه المستدامه، انك تحمل عبء فتره معينه لاجيال اخرى. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ ها رد علي. عرفنا يعني ايه التنميه المستدامه؟ عرفنا يعني ايه التنميه المستدامه؟ معناها الوفاء باحتياجات الاجيال الحاضره. انا طبعا الاجيال الحاضره احاول بقدر الامكان ان انا اشبع احتياجاتها ورغباتها، ولكن دون ان اضر باحتياجات الاجيال الايه؟ دون ان اضر باحتياجات الاجيال، عامله كده احتياجات الاجيال القادمه، عامله زي ايه حضرتك؟ انا بشبهها يعني تشبيه بسيط يعني. زي ممكن الاب كده مثلا عنده 50 سنه يقعد يستلف من هنا وياخد قرض من هنا ويبسط نفسه يعني وتمام التمام وعايش عيشه زي الفل، وبعدين يتوفاه الله وبعدين عياله بعد كده هم اللي هيشيلوا الشيرة ويسددوا مثل هذه الطرق. طبعا ده ضد مبدا التنميه المستدامه. واضح ولا مش واضح؟ لان هو حضراتكم ابدا اهتمام بالوقت الراهن وهو الاجل القصير دون الاخذ في الاعتبار الاجل الطويل. واضح الاخوه والاخوات؟ ردوا علي. واضح؟ تمام تمام. وطبعا كثير من الدول بتقع في هذا الخطا، كثير من الدول اللي هي نظرتها قصيره الامد بتقع في هذا الخطا، يعني تسعد الاجيال الحاليه بقرارات عنتريه وبعد كده اللي يشيل الشيله الاجيال القادمه. طيب ولكن هذه النظره طبعا قصيره الايه؟ قصيره الامد. تعالوا بقى حضراتكم للممارسات الاداريه في ظل ثقافات الايه؟ طبعا حضراتكم هنا الممارسات الاداريه في ظل ثقافات الدول المختلفه اللي هي وظائف الإدارة، وظائف الإدارة اللي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة والرقابة، ولكن طبعًا على المستوى الدولي. طبعًا في وظائف المنظمة، طبعًا أنا قلت لهم يا جماعة الممارسات الإدارية اللي هي وظائف الإدارة. الممارسات الإدارية اللي هي وظائف الإدارة، وظائف الإدارة اللي هي الإيه؟ التخطيط، التنظيم، التوجيه والقيادة والرقابة. ودي الوظائف الأربعة الرئيسة للإدارة. طبعًا دول في الشكل الدولية بيمارسوا على شكل دولي. تخطيط دولي، تنظيم دولي، توجيه ورقابة دولية. واللي هو التوجيه والقياده الدوليه والرقابه الدوليه. طبعا ممارسه هذه الوظائف الاداريه في البيئه الدوليه بيكون اصعب من ممارستها في البيئه المحليه نتيجه اختلاف الانظمه واختلاف العادات والتقاليد والثقافات من دوله الى دوله. وهناك ايضا حضراتكم بقى وظائف المنظمه، انتوا عارفين الكلام ده بقى من مبادئ الاداره. وظائف المنظمه بقى اللي هي بقى اللي هي حضراتكم الانتاج، التمويل، التسويق، الموارد البشريه، البحوث والتطوير الى اخره. ايضا دي بتمارس بشكل ايه؟ بتمارس بشكل دولي وبتكون اصعب برضه نتيجه نفس الاسباب، نتيجه اختلافات الانظمه والثقافات من دوله الى اخرى. ان شاء الله في المحاضره القادمه بقى هناخد اللي هو التسويق الايه؟ الدولي. ده يعتبر وظيفه من وظائف المنظمه التي تمارس بشكل ايه؟ دولي. المحاضره الجايه اللي هي 23 هنبدا من اول التسويق الدولي. حد من الاخوه والاخوات له سؤال معين او استفسار ما قبل ما ناخد كده شويه نماذج للاسئله؟ حد له سؤال معين او استفسار ما قبل ما ناخد نماذج للاسئله؟ ردوا عليا يا رب. بقيت الناس فاطمه قالت لا. لو ليكوا سؤال اتفضلوا. احنا طبعا يعني ان احنا بنغطي محاضرتين في اللقاء، خلينا يعني بنتكلم في التفاصيل براحتنا، نسال براحتنا، نرد براحتنا، نعمل نماذج براحتنا، ما فيهاش مشاكل. ها؟ يا جماعه بقيه الناس هل ليكوا اي فاطمه ردت عليا كتر خيرك يا فاطمه. بقيه الناس الامور واضحه بالنسبه لكم؟ مالكوش سؤال. اخر نقطه اللي هي حضرتك ايه يا فرح؟ اخر نقطه بتقولي اللي هي حضرتك اللي هي الممارسات الاداريه الدوليه اللي هي وظائف الاداره. اخر نقطة اتكلمنا فيها اللي هي حضرتك اللي هي الممارسات الإدارية الدولية اللي هي وظائف الإدارة. وقلنا وظائف الإدارة الرئيسة زي ما درستوها في مبادئ الإدارة اللي هي التخطيط. حاضر حاضر حاضر. أوضح حاضر. وظائف الإدارة، وظائف الإدارة زي أنتم ما درستوها. وظائف الإدارة الرئيسة زي ما انتم درستوها اللي هي الأربعة الرئيسة، التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة على بعضها والرقابة.
اسمها وظائف الإدارة، تمارس طبعا في البيئة الدولية بشكل دولي، عشان كده بتكون أصعب نتيجة إيه؟ اختلاف الثقافات واختلاف الأنظمة بين الدول. يبقى عندنا تخطيط دولي وعندنا تنظيم دولي وعندنا توجيه وقيادة على المستوى الدولي وعندنا رقابة دولية. ماشي؟ بس الحاجات دي احنا مش هندرسها بالتفاصيل. اللي هندرس بعض تفاصيلها اللي هي وظائف المنظمة على المستوى الدولي. وظائف المنظمة أساسا على المستوى المحلي اللي هي الإيه؟ الإنتاج والتسويق والتمويل والشراء والتخزين والبحوث والتطوير والموارد البشرية. برضه دي بتمارس على مستوى دولي، دي اسمها بقى وظائف المنظمة، بتمارس على مستوى دولي برضه وصعوبتها ترجع نتيجة تباين الثقافات وتعدد الأنظمة بين الدول المختلفة. هندرس إن شاء الله منها المحاضرة الجاية التسويق الدولي، وندرس بعض الحاجات الخاصة بالموارد البشرية الدولية إن شاء الله. لسه قدام بإذن الله الحاجات. ماشي؟ ده بالنسبة لحضراتكم للممارسات الإدارية على المستوى الدولي اللي هو وظائف الإدارة على المستوى الدولي ووظائف المنظمة على المستوى الدولي. الأيزو دي عبارة عن حضراتكم دي الأيزو اللي هي 14000 دي شهادة بتمنح للدلالة على التزام المنظمة بالبيئة المحيطة عشان حتة التنمية المستدامة. عشان اتفقنا على حتة التنمية المستدامة. شهادة منظمة عالمية بتقوم ببحث أعمال الشركة وتأثيراتها في البيئة، وإذا توافرت المواصفات دي تمنح لها شهادة. هذه الشهادة طبعا الأيزو بأرقام مختلفة يعني موضوعات مختلفة. هذه الشهادة اللي هي الأيزو 14000 دلالة على التزام المنظمة بمراعاة البيئة المحيطة، طبعا ده جزء من عملية التنمية المستدامة. واضح يا أختي هنا؟ طيب حد سعيد بالأسئلة والاستفسارات؟ المواضيع سهلة وبسيطة. طيب ناخد شوية نماذج للأسئلة، أظن كده خلاص يعني. ناخد شوية نماذج للأسئلة. جاهزين يا جماعة؟ طيب ناخد نماذج للأسئلة. حتى نموذجين على كل محاضرة كده. عشان حضراتكم يعني للتدريب نتدرب عليه، نتدرب عليه. ليس إلا ده. للتدريب. نروح مثلا دي اللي هو المحاضرة 21. تعتبر استراتيجية التزود العالمي استراتيجية نقطتين فوق بعض. تعتبر استراتيجية التزود العالمي استراتيجية نقطتين فوق بعض. استراتيجية التزود العالمي تعتبر استراتيجية التزود العالمي استراتيجية نقطتين فوق بعض. للاستثمار للدخول إلى الأسواق للاستثمار والدخول إلى الأسواق. للاستثمار للدخول إلى الأسواق للاستثمار والدخول إلى الأسواق. طبعا حضراتكم استراتيجية التزود هي استراتيجية للدخول إلى الأسواق. تمام هذه إجابة واضحة يعني إن شاء الله ما فيهاش أي مشاكل. عندما تقوم شركة ما بدفع رسوم لشركة أخرى مقابل استخدام اسمها التجاري وطرق عملها. عندما تقوم شركة ما بدفع رسوم لشركة أخرى مقابل استخدام اسمها التجاري وطرق عملها فإن هذا يسمى ترخيص امتياز تصدير استيراد. طبعا ده يسمى ماشي. تمام تعالوا حضراتكم على سبيل المثال
الممارسات غير القانونية لمصلحة العمل يسمى الممارسات غير القانونية لمصلحة العمل تسمى الممارسات غير القانونية لمصلحة العمل تسمى فساد إداري، استغلال عاملين، استنزاف به. فساد إداري، استغلال عاملين، استنزاف به. طبعا فساد إداري واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ طبعا ده يسمى فساد إيه؟ فساد إداري. الممارسات غير القانونية لمصلحة العمل ده تسمى فساد إيه؟ فساد إداري. التنمية المستدامة هي الوفاء باحتياجات الأجيال الحاضرة. التنمية المستدامة التنمية المستدامة هي الوفاء باحتياجات الأجيال الحاضرة نقط الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة. التنمية المستدامة التنمية المستدامة هي الوفاء باحتياجات الأجيال الحاضرة نقط الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة مع يا رب مع دون و مع دون و مع دون و طبعا ما تمشيش مع الاضرار صح ولا مش صح ما تمشيش والاضرار طبعا تمشي ايه دون الاضرار واضح يا جماعه ولا مش واضح طبعا انتوا شطار بقى يعني تعرفوا كده من هيكل الاسئله دي منهجيه الاسئله والامور سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله الامور سهله مقرر بسيط والملخص بسيط ما فيهوش اي مشاكل خاصه بالنسبه للناس اللي متابعين من البدايه زي حضراتكم كده لا مع ايه يا هناء يا هناء لا يا هناء مع الاضرار يا هناء يعني التنميه المستدامه مع الاضرار لا طبعا ولا مع ولا و لكن دون الاضرار وفاء باحتياجات اجيال حاليه دون الإضرار بالأجيال القادمة هي دي التنمية معايا يا هنا بس انت جاي بس ما ركزتيش يا هنا قلت عليا يا أخت هنا معايا حضرتك طيب على مطلوب ده هنا هل ليكوا أي سؤال أو أي استفسار احنا خلصنا يعني المطلوب النهاردة الحمد لله لو ليكوا أي سؤال أو أي استفسار متبقي لينا هو حوالي 3 دقائق متبقي لينا هو حوالي 3 دقائق نذاكر ونشد حيلنا كده وان شاء الله الامور بسيطه نذاكر ونشد حيلنا ان شاء الله الامور بسيطه سهله يعني نركز بس كده تركيز كويس وهتلاقوا الامور لن تواجهوا اي مشكله طيب متبقي هو حوالي 2 دقيقة على نهاية وقت اللقاء العفو متبقي لينا حوالي 2 دقيقة على نهاية وقت اللقاء أنا موجود طبعا 2 دقيقة دول بإذن الله لو لكم أي سؤال أو أي استفسار في أي جزء من أجزاء لو لكم أي سؤال أو أي استفسار في أي جزء من أجزاء المنهج تفضل عفوا يا اخ حضرتك عفوا يا عبد لو ليك سؤال معين او استفسار ما في اي جزء من اجزاء المقرر فقط يعني بقى لنا حوالي 2 دقيقة اقل من 2 دقيقة عفوا يا اخ عفوا واتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله أتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. بإن هو دقيقة واحدة. باقي دقيقة واحدة على نهاية اللقاء، اللقاء السابع.
الفصل الصيفي بيمر سريعا والله، الفصل الصيفي بيمر سريعا وإن شاء الله يمر على خير بإذن الله، إن شاء الله يمر سريعا على خير بإذن الله. وأتمنى للجميع التوفيق. أوشك وقت اللقاء أن ينتهي، بقول لجميع الإخوة والأخوات أصبحوا على خير، ونلتقي في اللقاء الحي القادم إن شاء الله، وهو اللقاء الحي رقم 8، اللقاء القادم على خير إن شاء الله. وأشكر جميع الإخوة والأخوات، صباح الخير.